دعونا إلى مؤتمر دولي خاص بلبنان برعاية منظمة الأمم المتحدة. في عظاته الأسبوعية الأخيرة يكرر البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي دعوته لمؤتمر دولي برعاية أممية لانتشال لبنان من تعثره. فالبلاد التي تعيش انهيارا غير مسبوق تتحمل تبعات تأزم سياسي يعيق ولادة حكومة تخفف من سرعة الانهيار. ويسعى رأس الكنيسة المارونية إلى تأمين الظروف التي قد تعيد للدولة اللبنانية حياتها وحيويتها وهويتها وحيادها الإيجابي. المحور الإيراني يعني حزب الله ومن خلفه العهد ما تركوا للبطرك الماروني أي خيار غير الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي من أجل لبنان، لأنه كل محاولات سيد بكركي من أجل تشكيل حكومة وإنقاذ لبنان من الانهيار يلي هو فيه بقت بالفشل. وتأكد لغبطة البطرك أنه الحل الوحيد بلبنان هو أولا عبر نزع السلاح والانتهاء من كل السلاح غير الشرعي يلي بيكون مقدمة من أجل إعادة البناء، وهذا الشيء بيتطلب حكما تدخل دولي. دعوة بكركي استفزت حزب الله وشارعه، وربما أثارت مخاوفه من تحجيم لدوره في الحياة السياسية إن أبصرت المبادرة النور قبل وأدها تحت رماد الحسابات الطائفية والمذهبية. أنا في تقديري عندما قال حسن نصر الله سيد أمين عام حزب الله أنه يرفض هذه الدعوة انطلاقا من موقعه، يعني الطائفة الشيعية ترفض هذا الأمر، حتى أننا لم نسمع أي قبول من الطائفة السنية على رأسها الرئيس الحريري، إضافة إلى أن رئيس الحزب التقدم الاشتراكي وليد جملاط قال أن هذا المؤتمر لن يكتب له النجاح في لبنان لاعتبارات عدة. أمام كل هذه الخلاصة سيبقى هذا الأمر محل نقاش إعلامي وسياسي لا أكثر ولا أقل. يتفاوت حجم التدخل الدولي وشكله في لبنان تبعا للظروف الإقليمية والدولية وحراك الأطراف المحلية، والمعلومات تشير إلى أن الراعي تلقى اتصالا من الأمم المتحدة للتباحث في الدعوة، وهو ما يعني أنها وضعت على سكة في طريق مفخخ بالألغام. أدت مبادرة الراعي إلى بروز ملامح استقطاب سياسي وشعبي ينتظر أن يتم التعبير عنه في الأسبوع الجاري من خلال تحركات شعبية داعمة لموقف الراعي ضد معارضي طرحه، وبذلك يتحول الانقسام السياسي إلى اصطفاف عمودي يخشى معه أن تتأجج الشوارع في لبنان وفقا لتوقعات كثيرين. دارين الحلوي، سكاي نيوز عربية، بيروت.